عايز يعني من الاخر عايز الزمالك ولا الرجاء؟ لا هو طبعا بص انا اقول لك ما سالتوش السؤال ده في الاستوديو التحليلي؟ لا ما كانش معانا ما كانش معانا في الاستوديو التحليلي لا ولا الحق يقال لينا وليهم الاسهل لنا الرجاء رجاء وهم بالنسبه لهم ليه كان اسهل الاسهل ليه؟ هقول لك يعني لا هقول لك الاسهل يعني من ناحيه لنا فنيا ولا على مستوى التحضير المعنوي ما انت بتتكلم خلي بالك هقول لك ليه فضل. اسهل لينا وهم على فكره بالنسبه للزمالك كان اسهل لهم ان يلعبوا الوداد. اولا مبدئيا الفرق لما بتكون من بلد واحده بتبقى يعني طالما ديربي بيبقى عصبيه وعصبيه اكتر تمام فطبعا ما فيش شك في كده على المستوى الفني الـ احنا قلنا فرقه الرجاء فرقه جيده ومش قليله بس برضو فرقه الزمالك متكامله اكتر يعني فرقه الزمالك متكامله اكتر من الرجاء انا معاك طبعا متفق العامل الثالث انه اهلي وزمالك بيلعبوا في ملعبهم لكن انت برضو جاي لك فرقه بره جايه من بره مش بلدها يعني زي ما امبارح شفنا مظبوط هارد لك طبعا لفرقه بيراميدز مع نهضه بركان رغم ان نهضه بركان اقل فنيا من بيراميدز بس كون ان بيراميدز بيلعب في المغرب وهم في ملعبهم احساسه نفسه انه بيلعب احساس مختلف لما يعني انت تيجي تلعب الرجاء في مصر نسبتك اكبر في المكسب ما تلعب الزمالك وهو بالنسبه للزمالك لو كان هيلعب الوداد كان نسبته في المكسب اكبر ما يلعب النادي الاهلي سواء احنا اعلى فرقتين في افريقيا سواء اللي هي المنافسه الشرسه والعصبيه بين الفرقتين بطوله من نوع خاص يعني هي بطوله من نوع خاص غير ان هي بطوله على الكاس نفسه او البطوله نفسها فمن الناحيه الفنيه طبعا اكيد الزمالك هيبقى اصعب لنا من الرجاء زي ما كان الاهلي بالنسبه للزمالك اصعب من الوداد لكن ان شاء الله النادي الاهلي طبعا قادر انه باذن الله بحماس اللعيبه واصرارهم وان ان شاء الله البطوله تبقى التاسعه انه يقدر ان شاء الله يجيب البطوله دي يعني باذن الله سواء كان الزمالك او نادي الرجاء يعني. كان تعليقك ايه لما موسيماني بيعتمد النهارده بشكل اساسي على مروان محسن؟ والله بصي ما دي بقى من الحاجات هو واضح ان هو عنده ثقه فيه. واللعيب لما بيكون عنده ثقه في حد ما انا قلت لك من في بدايه البرنامج انه من الناس اللي نفسيا واضح انها بتلعب تاثيره يعني واضح يعني نفسيا يعني في الفتره اللي هي بتاعت فايلر في الاخر كان ابتدى يعني مروان مش بقول احيانا بيبقى كويس واحيانا بيبقى وحش بس كانت في احساس ان مروان ما بقاش اساسي يعني احيانا بادجي بيلعب كتير احيانا مروان بيقعد احيانا يعني اتنين بيلعبوا مع بعض بس في احساس انه مروان ابتدى يقعد واضح ان مستر موسيماني اداله ثقه ان هو رقم واحد فدي برضو انعكست عليه انه لما بتدي احساس اللعيب انه هو المهاجم الاول بالنسبه لك او اللاعب الاول في المكان ده بتدي له ثقة وطبعا الهدف اللي جابه برضو اداله ثقة وإحساسه ده أعتقد وصل لمروان من لحظة اشتراكه في مباراة الوداد اللي هناك لأن كل الناس كانت بتقول احتمال بادجي هو اللي يبدأ والأقرب علشان السرعات واضح طبعا العكس اللي حصل إحساس الثقة ده جه لمروان مظبوط ومروان كمان أكد بأدائه وده مهم وكمان الجونين في ماتش إنبي ولا ماتش مين اللي هو جاب فيه جونين هنا في القاهره كان جاب جون إنبي وكان جايب قبلها في الجونه ويعني كان برضه كان ماشي بشكل مش كان واضح بقى ان مستر موسيماني واثق فيه او اعتبره هو المهاجم رقم واحد لانه الفرقه بيبقى فيها 25 او 30 لعيب كل مدرب في كل مركز هو مصنف ان عندي رقم ده رقم واحد ده رقم اثنين ده رقم ثلاثه في حارس مرمى في ظهير في وسط ملعب فواضح انه دي مديه ثقه لمروان ان هو رقم واحد بالنسبه لموسيماني في مركز راس الحربه يعني. طيب.